فكان هذا النقاش الذي استمر في حدود سنتين ونيل كان لابد أن يعني يتم إخراج هذه الوثيقة بطريقة شعبية. فبعد الاكتمال من مناقشة من لجنة الخمسين كان الرأي هل يتم إقرارها وأيضا والعمل على تنفيذها، وعكسها يعني في إذا لزم الأمر في تعديلات دستورية أو يمكن يعني العمل بها بشكل مباشر، أو أنه لابد من أخذ رأي المواطنين. فكان الاجتهاد هناك أنه لابد أن تعرض هذه الوثيقة أو مشروع الميثاق الوطني من خلال مؤتمرات مصغرة في مختلف مناطق في محافظات ومديريات اليمن فيما كان يسمى بالشمال. وكان هذا أيضا أعطى زخم شعبي جديد لهذا الجهد السياسي الجديد، وكانت الاستمارات التي وزعت بصيغة الإيجاب، ما رأيك في البند الفلاني أو الفصل الباب الفلاني أو في الفقرة الفلاني أو في الموضوع يعني الفلاني. فكانت الإجابات حسب ما يعني تناولتها تلك الاستمارات أو تضمنتها، كانت كلها يعني في أما تعديل أو شط أو إضافة. بمعنى أن كان المجتمع اليمني رغم كان الإحساس البعض بأنه لم يعني يصل إلى مستوى الوعي أو الإدراك لماذا يريد حول وجود وثيقة وطنية تكون هي الحكم بين المجتمع اليمني وبين مؤسسات الدولة ورئاسة الدولة ومختلف القضايا الأساسية في المجتمع، كان أكثر إيجابية في طرح رؤاه بشكل يعني رائع وجيد، وأيضا وأثر ذلك المشروع. عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعها الأول بالعاصمة صنعاء، وترأس أعمال الاجتماع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان على اللجنة أن تضع وتقر اللائحة الداخلية لها وتحدد لجانها الفرعية، ثم تقوم بحملاتها الإعلامية في مختلف أرجاء اليمن، إضافة إلى توزيع استمارات الاستبيان ونسخ من مشروع الميثاق الوطني على المواطنين. ففي عام 80 أصدر علي عبد الله صالح قرار بتشكيل اللجنة الوطنية، لجنة الحوار الوطني من 51 عضو، وبدأت هذه اللجنة عملها وقرأت مشروع الميثاق الوطني. وكان من مهمتها أنها يجب أن تنزل هذا المشروع على الشعب في استبيان عام، وفعلا اللجنة عملت على هذا الأساس وتم إنزال مشروع الميثاق الوطني على الشعب في استبيان عام تقريبا في 81، وصممت استمارة معينة تتضمن طلب رأي المواطنين في أبواب وفصول الميثاق الوطني، ونزلت اللجان إلى كل المحافظات. أنا كنت مسؤول عن لجنة الحديدة من محافظة الحديدة، كان معي مجموعة من الأعضاء، وأخذنا معنا مسودة هذه الاستمارة مع مشروع الميثاق الوطني. وبعد أن انتهت اللجنة من هذا العمل أعدت التقرير، بيّنت فيه ما هي المواضيع التي يجب أن تعدل في مشروع الميثاق الوطني. وعلى أثر ذلك قام علي عبد الله صالح يومها بانتقاء وتعيين 1000 عضو كأعضاء في المؤتمر الشعبي. كثيرة هي أهداف الميثاق الوطني التي تضمنها، وقد كان من أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية بفكر وطني يقوم على أساس الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ملء الفراغ السياسي بفكر وطني متكامل تتحدد به المناهج السياسية للدولة والقوى الوطنية معا، تحصين الشعب اليمني من التيارات الفكرية الداخلية، تفعيل مبادئ وأهداف الثورة السبتمبرية وجعلها واقعا ملموسا يعيشه جميع أبناء المجتمع، تحقيق التواصل الحضاري بين الموروث التاريخي وضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل. تعرف أن المؤتمر الشعبي العام بعد أن أقر دليلها النظري الميثاق الوطني، هذا الوثيقة الوطنية الهامة
الذي تضمنت أو ارتكزت على أسس منها مبادئ وأهداف ثورة سبتمبر المجيدة، ومنها العقيدة الإسلامية كانت مرتكز أساسي من مرتكزات الميثاق الوطني، والولاء الوطني كان مرتكز أساسي من مرتكزات الميثاق الوطني، والأصالة والمعاصرة كانت أيضا مرتكز أساسي من مرتكزات الميثاق الوطني. وكما تعرف أنه من ضمن أهداف المؤتمر أو أهداف ثورة سبتمبر هو تحقيق الوحدة الوطنية، وبالتالي قد أصبحت الوحدة اليمنية هدف من أهداف المؤتمر الشعبي يجب أن يسعى إلى تحقيقها، إلى جانب أنه يعتبر دليل نظري انبثق عنه كثير من برامج العمل السياسية حول كيفية بناء الدولة على أسس جديدة في ضوء مضامين وأهداف ومبادئ المؤتمر الشعبي المتمثلة في الميثاق الوطني. وقد سعى المؤتمر في إعادة بناء الدولة على هذه الأسس الجديدة، وسعى أيضا المؤتمر الشعبي إلى تحقيق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. بعيدا عن تلك الأهداف وأهدافا كثيرة تم إيرادها في نص الميثاق، تتحدث بعض القيادات التاريخية عن 5 حقائق تاريخية كانت هي أساس الميثاق، وكانت بمثابة برنامج متكامل لبناء دولة اليمن في تلك المرحلة إذا ما كانت تم الأخذ بها في مرحلة ما بعد الميثاق. بدأنا في سنة 80 في الحوار، واستمر الحوار إلى 82، يعني من يونيو 80 على ما أذكر إلى أغسطس 82، كان حوار حول كل كلمة وحول كل المفردات في الميثاق الوطني. وأحب أن أقرأ عليك الحقائق 5 التي تضمنتها المقدمة لكي يسمعها يعني جمهور الكريم أو جمهور فضائيتكم الكرام بما نص فعلا، بدلا من محاولة يعني طرحها بشيء على أساس العموميات. هذه الحقائق الخمس أهميتها أنها كان يمكن لو تمسكنا بها، وأنا أقول هنا لو تمسكنا بها، أنها كانت ستعالج كل مشاكل اليمن، ليس مع تلك المشاكل التي حدثت يعني في الماضي، وإنما حتى لمعالجته مستقبلا، لأنها تمثل القواعد والأسس الرئيسية لالتزام كل أبناء الوطن الواحد مهما يعني تغيرت أحوالهم أو مدى تغيرت أفكارهم أو التزاماتهم أو منابعهم الفكرية والثقافية والأيديولوجية. فهذه الحقيقة الأولى في هذا تقول إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إلا في ظل الاستقرار والأمن والسلام، ولم يتحقق له ذلك إلا في ظل وحدة الأرض والشعب والحب. ولم تتحقق له الوحدة إلا في ظل حكم يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية. لاحظ الشورى والمشاركة الشعبية. الحقيقة الثانية إن كل الأحداث الدامية عبر تاريخ اليمن الطويل قد زعزعت كل شيء في حياة الإنسان اليمني إلا إيمانه بالله وتمسكه بالعقيدة الإسلامية. هذه الحقيقة تؤكد أن العقيدة الإسلامية هي ضمير شعبنا الذي يستحيل بدونها الاندفاع إلى الأمام. إن مجتمعنا اليمني في ظل الشريعة الإسلامية الحقة قادر على فهم واقعه وتكوين النظرة الواقعية السليمة لحاضره ومستقبله وضمان الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هذا الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة إن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وإن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله، وإن الاستقرار الجزئي أو الشامل لليمن في ظل حكم يتسلط بالقوة ويتسلط بالدجل والخديعة لا يدوم طويلا، وغالبا ما ينتهي بكارثة أي الحكم،
بعد أن كان نفسه كارثة على الشعب، وإن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع. التركيز. الحقيقة الرابعة إن مجتمعنا اليمني بدون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية غير قادر على تحقيق وحدته، وغير قادر على استغلال ثروته المادية والبشرية وإحداث التطور والتقدم والحفاظ على السيادة الوطنية. الحقيقة الخامسة إن مجتمعنا اليمني كان وما يزال يؤكد رفضه لأشكال الاستغلال والظلم مهما كانت أصولها ومصادرها، ويؤكد في الوقت ذاته حرصه على الاستقرار والأمن والإيمان. إذن هذه الخمسة الحقائق التي في مقدمة الميثاق الوطني، والذي اشتمل على عدة أبواب منها الإنسان والوطن، وفيها أيضا معايير معينة للولاء الوطني، ثم أيضا الأبواب الأخرى سواء كان في مجال الإدارة أو الاقتصاد أو الديمقراطية أو الحرية، وكلها مفاهيم طرحت، وأيضا السياسة الخارجية. فكانت تلك الوثيقة التي وثيقة الميثاق الوطني التي درست لجنة الحوار الوطني بمختلف مكونات المجتمع اليمني السياسية ومختلف أطيافها، كانت تمثل البداية الخيرة لانطلاقة جديدة. يذكر أن القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1980 الخاص بالميثاق الوطني كان قد نص على أن تتبع مرحلة صياغة مشروع الوطني بشكله النهائي والرفع به إلى رئيس الجمهورية، مرحلة جديدة يتم توجيه الدعوة فيها لعقد المؤتمر الشعبي العام. عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره الأول في الفترة 24 و29 أغسطس 1982 للميلاد في العاصمة صنعاء، تحت شعار من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة. وخلال جلسات المؤتمر أقر جميع أعضائه الصيغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني. بدأ التفكير أيضا في مرحلة أخرى وهي المرحلة الثالثة، هل هذا الميثاق نكتفي به؟ وكان الجواب أنه لا بد له من أداة تسهر عليه وتعمل على تطبيق ما طرح في هذا أو ما تضمنه هذه الوثيقة، سواء كان في المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الثقافي أو المجال السياسي أو في مجال الخدمات بمختلف مكوناتها، وما مدى مشاركة المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الحركة التعاونية التي كانت قائمة في ذلك الوقت. فكان التفكير في الأخير أنه لابد من أداة تنظيمية لهذا، وبدأ التفكير حول التسمية. فكان البعض يتحرج أنه يقول تجمع وحدوي كذا أو ائتلاف وطني أو مثلا حزب، لأن الأحزاب موجودة داخله، سواء كانت الحزب الاشتراكي أو الحزب البعث أو الحزب أو الناصريين أو الحركة الإسلامية في ذلك الوقت، كان كلها ممثلة داخل هذه اللجنة، ثم أيضا فيما بعد بالمؤتمر. فتم التفكير على أنه لابد من عقد مؤتمر عام تأسيسي ينظر في ثلاث أسس رئيسية: أولا إقرار الميثاق الوطني، اثنين استمرارية المؤتمر الشعبي العام ليكون هو المسؤول عن تنفيذ هذه الوثيقة، ثلاثة أن تكون كل شرائح المجتمع السياسية والاجتماعية ممثلة في المؤتمر الشعبي العام. فتم الإعداد عقد مؤتمر عام في 22 أغسطس بعد أن تم انتخاب من المناطق المختلفة 700 اسم، يضاف لها 300 معينين بقرار من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. وتم التئام المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 2022.